إذن كما شفتوا هذه هي ميس جولد ألجيري 2018 وحاملة تاج جمال الجزائر دنيا. دنيا مرحبا بك في بلاتو. مرحبا بك يا عايشك ممتازة. بلك كنت تشوفي معنا أجواء تتويجك، كيفاش عشتي هذه اللحظات دنيا اليوم بعد ما مروا أيام على هذا التتويج؟ كنت تستني إنه أنت تاخذي اللقب؟ هي كنت نستنى فيها وما كنتش نستنى فيها، باسكو كنا كامل الله يبارك بهيات تيوا، كل وحده وزينها صح، وكان عندي دي دوت اني نديها والحمد لله. صح كما قلتي كانت منافسه قويه، بس انت كنت صاحبه الحظ وخديتي التاج. بصح اليوم اول مره نشوفوا ملكه جمال بلا تاج، وراه التاج تاعك. جو فولي فير ان تروك دي ديفيرون. Une miss, je suis obligée de dire couronne, bah, genre elle prouve que c'est une miss. Genre je suis une miss sans couronne, sans. صح صح. على كل حال واحد ما يقدر ينحي لك لقب ميس جولد ألجيري 2018. نخليك انت تقدمي لنا هذه المسابقه في طبعتها الاولى، ما كناش نسمعوا بها في الجزائر، تنظمت في وهران وانت خديتي اللقب. احكي لنا شويه على هذه المسابقه. كان فيها جوغ بور موا لقيتها حاجه اوريجينال بور اون فوا، داروا زعما ما كانتش هكا موجده ولا مخيرين، ما داروش بيناتنا اون ديفيرونس. كنا اون فامي سوا في لي ميس سوا في لي ميستر، ميم لورغانيزاسيون كانت مليحه، تهلاو فينا، كان كلش مليح. صح الحقيقة بعد ملكة جمال الجزائر 2018 اليوم تيتان اتفقت كل الجماهير الجزائرية على أنك تمثلي جمال المرأة الجزائرية. صح اليوم كاين بزاف الناس يقول لك كاين بزاف مسابقات للجمال ولينا ما نفرقوش، أنت واش رأيك في هذه المسابقات الكثيرة اللي ولينا نشوفوهم في الجزائر؟ هي سا ديبون كل مسابقة وكيفاش، كاين اللي تحكي على الجمال وحده، كان يتحكي على الاليغونس، كل واحد وش يحكي فيه باش لي جوري وهاد لورغانيزاتور يفا با فير نيمبورت كوا، سكو كل واحد جه اون ايدي على باه يخرج اون ميس. صح انت يا بالك دنيا علاش ما شاركتيش في مسابقه ملكه جمال الجزائر؟ كاين بزاف مسابقات واحد اخرين، علاش خيرتي ميس جولد الجيري؟ خيرت ميس جولد الجيري باسكو سي لا بروميير فوا تصرا لو تيتر هذا في الجيري. دوزيامون جي في ديجا ميس الجيري 2018 و جي مون شوازي بارمي لي فانتين، وما كتبش ربي باسكو لا ديرنيير سيمين باه نروح فيها الستاج جي تومبي مالاد، دونك سيتي امبوسيبل نروح وراتيتها. معليش وراكي شاركتي في ميس جولد وخديتي اللقب. صح اليوم بالك كاين بزاف الناس يقولوا دنيا كانت مرشحة بالك باش تكون ممثلة جمال الجزائر في ملكة جمال الجزائر، علاش ما شاركتيش قبل واخترتي 2018 باش تشاركي؟ اخترت 2018 دوك نقول لك جافي انفي ندي ميس الجيري 2018 تو فوا، من مرضت انا جو حبيت نديها في 2018 ما حبيتش 2019 ولا 2020، جو قعدت لي كيما نقولوا احنا في سوكاره شحنه فوالا سي تو. صح وانت اليوم تمثلي سوكارات وتمثلي جمال الغرب الجزائري والجمال الجزائري بشكل عام. احنا تعودنا بعد تتويج اي ملكه كل الجزائريين ينتقدوها على مواقع التواصل الاجتماعي، انت كاين انتقادات بصح ما كاش بزاف، في رايك علاش احنا عندنا هذه الشحنه ولا على الملكات في كل مره نحبوا ننتقدوهم؟ لا ماشي شابات ما يمثلوش جمال الجزائر، علاش في رايك؟ واش راح نقول، ما جو سي با اوكين ايدي، كل واحد بيرسون ني بارفي، كل واحد وعنده دي ديفو فينا وهما يزيدوا عليها شويه وهذه هي برك. بصح انت كي تكوني قاعده في الدار وتشوفي الملكات اللي سبقوك كنت تقولي شابات ولا تقولي لا هذه ما تمثلش جمال المراه الجزائريه؟ جي جامي دي هذه ما تمثلش جمال المراه الجزائريه، ابخي تو سي ناجيريان ولا ميس ما فيهاش غير لا بوتي تاع في الفيزاج برك، لا ميس تمثل ياسر حوايج، تمثل ثقافة تاعها، تمثل سا ديبون لا كولتور، تمثل ميم ديجا الجمال هو جمال الروح. صح
قبل ما يكون جمال هكا تاع الاكستيريور. صح، وكما قلتي المعايير تختلف من مسابقه الاخرى وتختلف من شخص لاخر. بصح انت يا كدنيا وشنو هما معايير الجمال عندك؟ في رايك انت علاش خيروك انت يا دنيا؟ علاش خيروني انا؟ جو نسي با، هذا لو شو تاع لي جوري. سا ديبون، بالك الكو فيها حاجه ما كانش. اخي قلت لك من قبل كنا كامل بهيات الله يبارك، مي بالك الكو فيها حاجه ديفيرونت على الاخرى، ولا سا ديبون بالك في الكومبورتمون تاعي، في ما جو سي با بوكو تشوز. ما قلتليش انت كدنيا شنو هما معايير الجمال عندك؟ كيفاش حتى تقولي فلانه شابه ولا فلانه ماشي شابه؟ انا اعوذ بالله من كلمه هنا. ديجا قبل ما نميز عبد ما نشوفش على الفيزيك تاعو، نشوف على لو فون تاعو، باسكو دائما لو فون داخلين يعكس على اللي برا. دونك كل واحد وكيفاش يشوف. صح، البوان دو فيو تاع صح. جمال الروح مهم بصحة في مسابقات الجمال، حتى جمال الجسم وجمال الوجه ايضا مهمين. بيان سور. بصح انا حبيت مقبله قلت لك انت ما انتقدوكش بزاف، بصح كاين انتقادات، كاين بزاف قالوا انه دنيا عندها دارت عمليات تجميل وعندها عدسات لاصقه في عينيها وما راهيش جمال حقيقي. هذا كل عندك لنجات نمسح نورمال، اي شي با ماكيي. Donc je suis genre un maquillage vite. Déjà un de nature, mais je n'aime pas maquiller. Je me maquille pas. Je ne sais pas si tu as remarqué que je mets même pas de rouge à lèvres. Tu vois. Donc à cette, je sais pas, un concours de beauté, mais il ne fait ni les extensions, ni des lentilles, ni chirurgie esthétique. هذا ردك على الناس اللي انتقدوا. هذه الانتقادات كانت على مواقع التواصل الاجتماعي. داكو. وبعد ما اعلنوا على اسمك كل الناس ولات تحوس عليك على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، فيسبوك انستغرام تويتر وحتى سناب شات. وشنو هما بالك شنو هما لي كونت تاعك انت الحقيقيين؟ لانه اليوم ولينا نشوفوا الاف صفحات اللي تحمل اسمك. وي سي فري، لقيتهم حتى انا ياسر دي باج حلو باسمي. سا ما في بليزير quand même, parce que ça se voit que j'ajoute la plupart de Chab et Jezaïli. Ils m'ont contacté, même l'étranger, même en Palestine, même en Doul Arabie, même l'Europe et tout. Mon compte officiel, j'ai qu'un seul compte Instagram, c'est Benz Dounia officiel. Parce que les comptes, le chien, c'est le chaloub Dounia Benzouaï. J'ai un compte Facebook, c'est Dounia Benz, pas plus. اي مون سناب سي دونا دونا. خلاص اليوم بعد هذه الحلقه راح يزيدوا متابعينك، لانه كل الناس راهي تستنى في اطلالتك. وانا نشكرك انك قبلتي دعوتي، وكان هذا اول بلاطو في مشوارك. انا كل من استقبل ملكه جمال ولا مالك جمال، سؤالي دائما يكون على المبادرات الانسانيه في كل مسابقات العالم. ملكه جمال بعد المسابقه تدير برنامج لمبادرات انسانيه، مشاركات في المجتمع، ما على باليش شنو هو البرنامج اللي راح تعملي عليه انت، وشنو هي القضيه اللي راح تدعميها؟ هي القضيه اللي راح ندعمها بوكو بلوس اليتامى. دونك جو بريفير نعطيهم حقهم وندعموهم ونكونوا معاهم في كلش. فوالا ان شاء الله. ما قلتيليش شنو هما المشاريع اللي راح تعملي عليهم؟ مشاريع واحد اخرين، مشاريع في المجال المهني. في المجال المهني تاعي جو فيز توجور لوان، وماذا بيا نطلع على بلادي بارتو، مش في الناسيونال برك، في انترناسيونال كوم اون الجيريان، ونعمل نعطي كامل جهدي وباه نطلع بلادي وعالم بلادي. ان شاء الله. ما راكيش تخمي تدخلي عالم تمثيل. في حلقات سابقه كان معنا الفائز بنفس اللقب اللي خديتيه انت، كان مصر على دخول عالم التمثيل. اليوم ولينا نشوفوا ملكات الجمال في تقديم البرامج، ولينا نشوفوهم في عالم الدراما في السينما. انت شنو طموحك؟ هو قبل ما ندير ميس درت ديجا الخاوه tu vois. دونك انا لو دون تاعي ملي كنت صغير هو تمثيل، وان شاء الله سي نو كي ديبي، وان شاء الله جافونس اي فوالا. والغناء خصوصا انك من بلاد ورده الجزائريه سوقهراس القديره، وتانا نجمه كاميليا ورد من سوقهراس. صح.
راكيش تفكري تدخلي هذا المجال ولا صوتك ما يسمح لكش؟ ماشي صوتي ما يسمح ليش، ما je peux pas dire ça. يقولوا لي صوتك باهي، مي موا لو دون تاعي و مون ريف سي دتر اون غراند اكتريس دونك je peux pas faire. نخليك اليوم تغني لنا شويه وحنا نخيروا الا تدخلي مجال الغناء ولا لا. لا ما راكيش قادره تغني خلاص. ما حش نزيد نطول عليك اكثر، حبيت في الاخر نخليك توجهي كلمه للناس اللي دعموك اللي خيروك والناس اللي راهم يشجعوك على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي. نشكر بزاف لي فان بيان سور، توت ما فامي و توت مي زامي، سورتو سورتو لا فامي والال، سورتو ما كوبين كوتر اللي وقفت معايا فريمون و elle m'a toujours poussé et voilà. Je remercie tout le monde, je remercie ma mère et toute la famille. يعطيك الصحة دنيا، وحنا نشكرك اللي قبلتي الدعوة، وكما قلت هذا أول بلاتو مباشر ليك معنا على قناة زي نيوز. نتمنى لك التوفيق في المشاريع المستقبلية أيضا، ونشكر أيضا أوفياء هذا الموعد الثقافي، الثقافة حاضرة دائما على زي نيوز والأخبار متواصلة على هذه القناة. دمتم أوفياء وإلى اللقاء.